بتوجيهات سامية من لدن جلالة الملك المعظم ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ووقوفا على متابعة سلاسة وإجراءات تسيير رحلات الحجاج للبحرينيين، شارك وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في توديع أول أفواج الحجاج المغادرين إلى بيت الله الحرام. ويأتي ذلك تأكيدا على حرص مملكة البحرين على متابعة أدق التفاصيل الخاصة بحجاج بيت الله الحرام من المغادرة إلى الوصول إلى الديار المقدسة وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم كافة. بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، تقلع أول طائرة بحرينية تحمل على متنها الدفعة الأولى من حجاج البحرين الذين توجهوا إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج، بإشراف كامل من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ممثلة باللجنة العليا لشؤون الحج، والتي تقف على كافة التفاصيل لضمان سلامة حجاج بيت الله من المغادرة وحتى الوصول. نحن نأتي هنا اليوم بمعية سعادة وزير العدل لتوديع الفوج الأول الذي يحتوي على 9 حملات من حملات حجاجنا حجاج مملكة البحرين. أول فوج من الحجاج المغادرين إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج أجمعوا على أن كافة الأمور مرت بسلاسة، خصوصا وإن مملكة البحرين قد هيأت لهم كافة السبل لنيل مرادهم ليصلوا إلى تلك البقاع المقدسة بكل سهولة ويسر. طبعا اليوم يعني الكل فرحان بسبب عودة يعني موسم الحج من جديد بعد الجائحة، وهذه اللي أثرت على توقف الحج لمدة 2 متتاليين. أحب أن أشكر وزير العدل والشؤون الإسلامية، وسنة يعني ما عانينا بأي معوقات، يعني سهلوا الأمور من أولها لآخرها. الحمد لله الإجراءات كلها كانت ميسرة، ما قصروا من لجنة البعثة البحرينية، الحملات كلهم ما شاء الله مع بعض يعني في تناسق، من فحوصات الاحترازات كل شيء مرتب، حتى التطعيمات الحمد لله حد الآن كل شيء مسهل، وإن شاء الله نروح ونرجع بالسلامة يا رب. إجراءات الحمد لله سلسة ومرنة وميسرة صراحة، يعني ما شفنا أي معوق صراحة، فالحمد لله رب العالمين، والله يسر أمور جميع حجاج أهل البحرين. كل شيء كان يمر بسلاسة ومرت أمورنا كلها يعني طبيعية، وإن شاء الله الحين منتقلين إلى الحج الأكبر بسهولة، يعني ما في أي صعوبات. ما تقريبا 2 يعني ما رحنا الحج وتوقفت الحملات والرحلات إلى الحج، الحمد لله هذا العام إن شاء الله يكون عاما مباركا على الجميع وعلى الأمة الإسلامية جمعاء، وإن شاء الله كل الأمور تتيسر. إلى ذلك تستمر حملات الحج في تسيير رحلاتها البرية والجوية حتى منتصف الأسبوع القادم. بعد توقف دام 2، ها هم حجاج البحرين متعطشين لأداء الركن 5 من أركان الإسلام، فبكل روحانية ينطلقون إلى رحاب مكة، وكلهم أمل أن يقضوا فريضتهم بكل يسر في ظل التسهيلات التي قدمتها حكومة مملكة البحرين لحجاجها الكرام. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.